السلام عليكم ورحمه الله، مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو اللي غادي نشوفوا فيه اول ظهور الهند، العروسه اللي ما حضرتش العرس الاسطوري اللي كان من المتوقع انه يكون بالامس. فكان التنظيم وكان العريس حاضر والمدعوين والفنانين وكل شيء، ولكن للاسف هذا الشيء كان بغياب العروسه. هذا الشيء اللي اثار واحد الفضيحه اللي هي كبيره وكبيره بزاف. كيبان لي بان كاين بعض التناقض، فمن السيده علمات الممول بانها ما غاديش تكمل مع امين، كان ديك الساعه ما يكملش الحفل او العرس الاسطوري، وكان يعلم الناس يعني الفنانين وهذوك اللي كانوا غادي يقيموا هذا العرس باش انهم ما يجيوش. فما فهمتش انا، هادشي كيبان لي غامض، وبصراحه ما عرفتش شكون اللي نتيق. فتنقولوا الله اعلم بالانفس، لان ما بقيناش نتيقوا باي واحد. وكتب لي العروسه بان عام هي عاقده مع امين، فمن الاول ربما شهر شهرين كانت انها تخلى عليه، ماشي حتى لهذا النهار هذا، وكذلك اسبوعين دابا باش داروا الندوه الصحفيه اللي كان حاضر فيها كذلك ابرز الفنانين. تما كانت ما تحضرش، تما كانت انها تنهي المساله. فكما قلت لكم كاين واحد الغموض كبير. المهم ما نطولش عليكم، نخليكم تسمعوا المكالمه الهاتفيه اللي جرات بينها وبين ممول الحفلات. دوزي ليا، الله يحفظك الوالده، دوزي ليا دوزي ليا دوزي ليا هند باش 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 نسمع من هذه الهضره. هذه راه مرضني مرضني مرضني. دوزي يا هند عافاك. هذاك انسان شيطان في بلادهم. وراه والله والله الا والله الا داروا لي هذاك الشيء اللي ما كنتش متوقعه منه. دوزي ولا الا بالله. هو راه داعيها، هو راه داعيها وهذا وكيكذب علينا حنايا. وشوف تكذب على كل شيء. هند كي داير اختي؟ بخير هانيه. وشي شي شي امين جدالين راجلك؟ راجلي خويا هذاك، راه انا وتتحابيش انا مصطابه. شي جدال لي اختي ولا كيكذب علينا وكيقول لك المراه هربت نهار العرس وما جاش وكي واش نقل لي على واحد الدريه اخرى قال لهم بغاو يلصقوا لي المراه؟ راه قلتيها في الاعلام انك علمتي وهما عارفين انني خرجت. اه عارفين، قالها لي هو، قال لي عارفين. وانا ملي هضرت معاك اختي اش قلتي لي؟ قلتي لي قلتي يا خويا ما بقيتش غنكمل معاه، صافي راه خرج وهذا وهذا وهذا. جا هو جا هو قال لي لا رجعنا صافي تصالحنا، راه هي جيه هي جيه قال لي. اه زعما 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 رجعت يعني غادي نحضر في العرس. اه ولا الدراري هذاك تيدخل يخرج في الهضره. ودابا هو قال لك شوفي شوفي، هو قال لك يلا اتصل بك، يلا اتصل بك دابا، قال لك يلا كنمشي معاه دابا يومين وخرج شوط حكتو هذا والبارح قال لك. واش رجعتي؟ واش هند واش رجعتي عنده؟ والله ما رجعت، انا راه منين جيت وانا كنت في قصه رجلي غدا جاي للمحامي. وانت خرجتي يا اختي؟ انا راه خرجت نهار الاحد. الى حد؟ قضيه النكار يعني ما رجعتش. الى حد اللي فات؟ لحد اللي فات. اييه. اوكي. وانت عيطت لي النهار اللي عيطت لي الثلاث. عيطت لك الثلاث انا، ولكن ولكن اش قلتي لي انت؟ قلتي انا قالت لي قلتي لي راه ما بقيتش غادي نكمل معاه ياك بحال هكا. اوكي. والام ديالك قالت لي يا ولدي، قالت لي راه مقهوره عام هذا وهي مقهوره وهذا وصابره، وحنا ما بغيناش الاعلام وما بغيناش الشوهه وحنا محافظين. واش كذبت انا في كذبت في شي تصريح؟ لا 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 خويا بالعكس، انت بحال لا بحال كنتي عايش معانا. قلت هذاك قلت هذاك الشيء اللي كاين، قلت هذاك الشيء اللي كاين، ولكن هو كيكذب اختي ما عرفتش علاش، وباه كيكذب وعارفين وعارفين انك ما جياش، وكيكذب عليا انا وكيكذب على الاعلام وكيقول لي لا جيه وهذا وهذا. اش هذا الكذوب؟ وخلاني انا الناس كتعير فيا وكتقول لي نصاب وكتقول لي شفار وبدلت لي العروسه وهذا وهذا. واحد شويه قال لي انت متفق مع العروسه وامها، ما فهمتش هذه الهضره هذه من كيجيبوها. شوف اخويا مصطفى، شوف اخويا النهار انت اللي النهار انت اللي هضرتي معايا، يعني قلت لك داك الشيء اللي عندي.
ولكن ولكن راه كنصوني عليك ما بقيتيش كتجاوب وتليفونك طافين فهمتي. انا كل ملي قال لي هو راه رجع شو كنصوني عليك انا باش تجاوبي نقول لك واش رجعتي بصح باش نتاكد. ساعة قال لي لا لا هاي في الدار صافي انا جاي انا لك خارج معايا يلاه عطاتني الدواء فهمتي. والله عطيت الدواء ديال الاخيره ما فهمتش انا هذا الشيء. رونو ليا العرس اختي والناس كانت جايه باغا تخلص عطيه التصبيق وكاع الناس داروا فيا وقال لي انت درتي هذا الشيء وعارف هذا الشيء وهذا وهذا وصدقوا ما مخلصينيش وصدقت انا واحد. ولكن والله الا راه هو يخلصك الى عندهم منين. با هاد السيف قال لي لا قال لي بنت قال لي مرت هذا امين هيا جيه وهذا وهذا. قلت لها عمي قلت لي ترى عارف هاد الشيء تا والاسره ديالك وداعينهم واصلين للمحكمه وكتفلاو عليا انا قلت لي محشومات. واش نقول لك اخويا فاش انا خرجت من الدار هو قال لاختي قال لها راني الرجال بيت دوتيا. هو ديال هو وزاني الدعوه وزاني شفتها انا فهمتي ملي جا شفتها قال لي ها ترى دير بها الدعوه قال لي ولكن راه صافي قال لي صالحنا وقادين الامور. ولكن رجالها لا شفتها انا الدعوه شفتها ماشي شفتها ماشي نكذب عليك شفتها انا لغداليت حتى نحب اختي انا غداليت سنين عند المحامي. مشيتي عند المحامي مشيت عند المحامي تاع النطاقه. ودابا واش واقع بيناتكم شي مشكل واش مضاربين واش شنو هو المشكل اللي واقع؟ اخويا ماشي مضاربين هذاك الناس ما بقاش حرام الخبز معاهم. ياك داروا لك شي حاجه ياك داروا لك شي قضيه. ها داروا لك شي حاجه. ها داروا لك شي حاجه بزاف الهضره بزاف وستحسن. دابا راه هذا هو المشكل. دابا هما باغيين يطلعوا على الموجه على ظهري انا وظهرك انت راه هذا هو المشكل. الا كان شي حاجه وضحوها للناس قولوا للناس شنو واقع قول لهم الحقيقه علاش كتكذبوا على الناس وكتخليوا الناس انهم. وشحال من فنان دابا قال لي حشومه عليك وشحال من واحد قال لي حشومه عليك واحد خينا قال لهم لا العروسه هي جات وهربت نهار العرس وهذا فين هربت نهار العرس. انت دابا كتقولي لي انا غنرفع الاعلام وغنقول انا الكلام بزاف. انا كنقول لا هو تيقول لك لا ديري هاد الحاجه لا ديري هاد الحاجه. دابا هذا هو المشكل اللي واقع وبنادم ما فاهم والو وكيعير فينا هو دابا شافو غير هو تيبكي صافي هو انه هو المظلوم. دابا انا هما اللي تنصب عليهم. دابا انا قلتها ليه قلت ليه شوف قلت لي شوف قلت لي نهار قلت لي عيط لك قلت لي راه هذا هو اصلا ما عارفش عليكم ما عارفش على الام ديالك ما عارفش على هذا ياك وممسوخ. قلت لي قال لي لا صافي قال لي راه عرفت عليهم وقديت الامور والعروسه هي جايه وحنا فرحانين وقال لي فهمتي نهار الحد قالها لي قال لي جايه هاي قال لي جايه في الطريق هي وصلت لابي رقه. نهار اللي حطيت رجلي عندهم عمرو عيط ليها ولا قال لها يا بنت فطلات ولا يسمحي لي خالتي تتحرج عمو عيط له ونهضر معاه. دابا الناس كيعيبوا عليك انت علاش تخليتي عليه سمعتي الناس كيعيبوا عليك علاش تخليتي عليه. هو راه غادي نطلع الاعلام حتى انا نقول للكتابه ديالي وقال لك لا لا قال لك انت تخليتي عليه نهار العرس ماشي تا تخليتي عليه نهار العرس وخليتيه لابس الكومبلي ولابس هذاك الشيء وجاي عندي الورقه وعندي الورقه ديال الاستاذ ديال المحامي انت درت انا الدعوه. ايوا صافي الا عندك وثائق اختي اعطيني شي صوري لي شي حاجه اختي خليني ندافع على راسي انا سمعتي صوري لي شي حاجه. عند المحامي باقا انا ما عندي حتى شي ورقه عند المحامي. ايوا صافي شوفي غدا نجي عندك صافي غدا نجي عندك هين هناك شفتي كلشي على عندك حنا شوفي دابا السيد هاد الوقاحه ديال هاد السيد باغي يلصق لكم التهمه انت وهين عندكم التفصيل. وعرفتي قال لي انا عرفتي قال لي با قال لي علاش قال لي علاش انت قال لي علاش كيجاوبوك هما ما كيجاوبوهمش بيناتكم شي حاجه لا متفقين علينا لا دايرين علينا لا هذا العروسه هي كانت جايه قال لي العروسه هي كانت جايه قال لي جايه دابا هي جايه قال لي صدقت ما جاياش قال لي انت درتي شي حاجه فهمتي. شوف اول حاجه باش تعرف اخويا مصطفى ياك باش تعرف واحد القضيه السيد باغي ينصب عليك هو هذه اول حاجه
حيت ما كملهمش الارض، وانا عيطت الوالده ديالها وقالت لك ان رحنا ما قالت شي حاجه هادشي اسبوع باش عيطت ليها ماشي في الليله ديال الارض. اسبوع باش عيطت ليها ولا سيمانه وانا قلت لي انا اللي قال لي لا صافي اتفقنا وهذا وانا كنفهم المشكل ديالي هو كنعيط لكم تليفوناتكم طافيه وكون كان تليفوناتكم خدامه تصرحوا لي وتقول لي شنو كاين انا نعرف شنو غندير ماشي نكمل هي ناس غادي نيشان كيتران هادشي حنا عرفوه ما بقيناش راه ماشي الدراري هذا راه ما بقينا السيد كرقص عليها المهم كما سمعتوا في هذه المكالمة الهاتفية اللي دارت مع هند فكيبان لي بأن هاد الممول هذا منين كان عارف بأن راه ما غاديش تجي ما عرفش علاش بقى مدير الحفلة ديال العرس واستقبل أمين ويعني ما غير حتى شي حاجة وبقى منظم العرس وموجد ليه هاد شي هو اللي محيرني وما بغاش يدخل ليا العقل نهائيا فتيقول بان راه كانوا عرسان اخرين هما اللي غادي يبرزوا بلاصتهم وغادي يقيموا العرس في بلاصتهم هادشي اللي ما كانش مقرر في الندوه الصحفيه نهائيا فاخوتي شنو بان لكم في هادشي هذا كاين غموض وكيبان ليا كاين تلاعب كبير غادي نتسنى التعليق ديالكم اللي كتهمني شنو بان لكم في هادشي هذا